خلال المؤتمر السعودي العربي الإفريقي قال الأمير عبد العزيز إن ارتفاع صادرات أوبك ليس علامة على زيادة الإنتاج، موضحا أن بعض المنخرطين في السوق أساءوا فهم زيادة صادرات الدول العربية الأعضاء في المنظمة وربطوا بينها وبين معدل إنتاجها، سيما وأن شحنات تلك الدول من الخام موسمية وتميل للانخفاض في الصيف ثم ترتفع مجددا في سبتمبر وأكتوبر. نلقي نظرة حول تحركات أسعار النفط التي حدثت في آخر تداولات الأسبوع الماضي، باعتبار أن اليوم هو يوم أوف بالنسبة لأسعار أو أسواق النفط. رأينا هذه التحركات أدت إلى ارتفاعات يوم الجمعة، ربما كسبت مناعة فيما يخص التصريحات التي رأيناها من قبل رئيس الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي رأينا عملية أيضا اقتناص بعدما رأينا عملية جني الأرباح والتراجعات لأسعار النفط، ربما يكون هذا أيضا يعزى إلى عملية اقتناص من قبل المضاربين الذي يلومهم وزير الطاقة السعودي في مسألة الانخفاضات واستخدام عملية التذبذب في تحقيق مكاسب آلاء. وبالتالي رأينا برنت يوم الجمعة على ارتفاعات بأكثر من 1.7%. أيضا بعض المحللين عبد الله يرون بأن سوق العقود الآجلة للنفط في حالة تشبع بيعي، وفي حين أننا قد نشهد بعض الارتفاع غير المنتظم ربما على المدى القصير بأسعار النفط، فزيادة مخاوف تباطؤ الطلب قد تكون كافية للحد من الارتفاع بنسبة كبيرة هذا خلال الأسابيع المقبلة وبحسب التحليلات. طبعا أصداء التباطؤ الاقتصادي بأوروبا تبقي عامل ضعف في الصورة، تراجع النشاط الصناعي والاقتصادي في ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، انخفاضات حادة في استهلاك الوقود، هذا ما تبعناه في الفترة الأخيرة طبعا، إضافة إلى ما تحدثنا عنه من بيانات صينية تبقى يعني ضمن تركيز المستثمرين المتداولين والأسواق أسواق النفط. على كل حال نذكر بأيضا أنه يجتمع تحالف أوبك بلس في 26 نوفمبر، تشير توقعات المحللين إلى أن احتمالات تمديد السعودية خفض إنتاجها إلى الربع الأول من العام المقبل 2024 تتزايد نظرا لتجدد مخاوف الأسواق بشأن الطلب الصيني والتوقعات الأوسع للاقتصاد الكلي. وأيضا سنحاول الوقوف عن أي إشارات قد تعطيه كلمة الوزير وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان في هذه المرحلة، وإذا ما كانت تعطي أي إشارات على توجه أوبك بلس في المرحلة المقبلة. أيضا ألا لا ننسى أيضا ربما أثر بشكل مباشر أو حتى غير مباشر مسألة ارتفاعات الإنتاج الأمريكية إلى مستويات قياسية على الأداء الأسبوعي لتحركات أسعار النفط، مع ارتفاع أيضا المخزون في أكبر مركز تخزين في الولايات المتحدة عند مستوياته التي كانت منخفضة للغاية. طبعا هذه هي الأسعار على أساس فني، نتحدث عن برنت والذي يقف فوق مستويات فنية مهمة ابتداء من مستويات 80 دولارا وأيضا 81 دولار. لكن ماذا عن WTI أيضا؟ كيف هو تداولاته خلال آخر يوم من الأسبوع الماضي وكيف يقف فنيا؟ ننتقل إلى شارت WTI غرب تكساس، كيف هو بالنسبة لتحركاته في آخر تداولات الأسبوع الماضي؟ أيضا لا زال عند مستويات 77 دولار، وإن كانت مستويات 75 دولار تعتبر مستويات فنية مهمة لهذا الخام. نبقى في أسواق النفط وتوقعات أيضا عبد الله لوزير النفط العراقي حيان عبد الغني أن يتم التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وأيضا شركات نفط أجنبية تعمل في الإقليم الاتفاق على استئناف إنتاج الخام خلال 3 أيام. خلال زيارة إلى إربيل قال الوزير العراقي إن بلاده توصلت كذلك إلى تفاهم مع الجانب التركي بشأن استئناف صادرات نفط الشمال وعبر خط أنابيب العراق تركيا، وهو المتوقف منذ حوالي 7 أشهر تقريبا. كانت أنقرة قد أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في شمال العراق في مارس الماضي بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية التركية بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان، هذا بين عامي 2014 و2018. نعم ألا
سنراقب في افتتاحيات يوم غد كيف ستتأثر أسعار النفط بناء على هذا الخبر، وهو استئناف الإنتاج خلال 3 أيام من ميناء جيهان. ونتحدث عن النفط العراقي والذي يصدر من قبل كردستان. على كل سننتقل مباشرة بهذه المحاور وهذه التساؤلات إلى لندن مع الدكتور مصطفى البزركان، مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة. مرحبا بك دكتور مصطفى. هل التراجعات الأسبوعية فقدت أو تعطي إشارة إلى أن سوق النفط فقدت علاوة المخاطر؟ طبعا ما تزال علاوة المخاطر لم تظهر واضحة على أسعار النفط، ولذلك خلال حتى الأسابيع الثلاثة الماضية لم يكن هناك تأثير يذكر بعلاوة العلاوة الجيوسياسية أو علاوة المخاطر. نهاية الأسبوع الماضي كان هناك ارتداد سعودي لأسعار النفط، قد يكون هناك أيضا يوم غد مع الافتتاح سيكون هناك ارتفاعات، ولكن تبقى الأمور غير واضحة. لماذا؟ لأن هناك عوامل كثيرة تعمل تؤثر حتى على الطلب وتؤثر أيضا على المعروض. دكتور، دعني أقف عند حديث وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز الأخير، قال أنه الطلب على نفط ما يزال قويا وأن المضاربين هم من يتحملون اللائمة في الانخفاض الأسعار الأخير. هل هذا الحديث يعطي إشارات بأنه أوبيك بلس السعودية وروسيا تحديدا ستمددان الخفض الطوعي حتى الربع الأول من 2024؟ من الواضح طبعا هذا الحديث واقعي جدا ويرسم المؤثرات على أسواق النفط. فعلا المضاربون هم الذين يلعبون دورا في التأثير على الأسواق. النقطة المهمة وهي أنه كما توقعنا خلال الأشهر الماضية من خلال شاشتكم أنه ممكن أنه أوبك وأوبك بلس يمددان يعني مستويات الإنتاج وحتى الخفض الطوعي إلى نهاية الربع الأول، وقد يستمر إلى ذلك. ذلك يعتمد على وضع الأسواق، ما هي العوامل المؤثرة، ولا ننسى أنه هناك توقعات بتأثر الاقتصادات العالمية، الاقتصاد الصيني بتراجعات، هذه يمكن أيضا تؤثر حتى على الطلب. ماذا عن البيانات الصينية والأرقام التي صدرت خلال الأسبوع الماضي؟ هل ترى أنها أثرت بشكل مباشر على أداء أسعار النفط الأسبوعي؟ أسعار النفط الأسبوعي يعني تتأثر بعوامل كثيرة، العامل المعروض وهذا أيضا يتأثر بعودة النفط الفنزويلي، إعلان العراق التزامه بمستويات الإنتاج المقررة ضمن أوبك وأوبك بلس، وأيضا حتى الوضع الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي في ألمانيا. أيضا الصين هناك معلومات متضاربة أو هناك أرقام متضاربة، حينما يكون هناك مقارنة بالربع الثاني من هذا العام تكون التأثيرات أقل، ولكن مقارنة بالأرقام السنوية للعام الماضي نرى أنه مستوى النمو لا يتجاوز 5%، وهذه نسبة متواضعة بالنسبة للاقتصاد الصيني. طيب، بالنسبة للأساسيات تحدثنا من ناحية المعروض، من ناحية تمديد الخفض الطوعي لأوبيك بلس السعودية وروسيا، لكن على مستوى الطلب دكتور، هل سيكون تسعير التباطؤ الاقتصادي والركود بشكل أكبر لما تبقى من العام؟ هل هذا هو العامل الأساسي التي ستركز عليه الأسواق، وبالتالي هذا التأثير الكبير سيكون على الأسعار من هذه الناحية تحديداً؟ إشارتك مهمة ولها ربط وارتباط بسياسات النقدية للمصارف المركزية. طبعا كان هناك توقعات كثيرة أنه ممكن الاحتياط الفيدرالي أو المركزي الأوروبي أو المركزي البريطاني يخفض أسعار الفائدة، ولكن أنا قلتها من شاشتكم لا يمكن خفض أسعار الفائدة في هذا الربع الرابع من هذا العام، ولذلك أنا أعتقد أنه لن يكون هناك خفض بالفائدة إن لم يكن هناك رفع في الفائدة للربع الأول من العام القادم. لماذا؟ لأنه الأوضاع الاقتصادية غير واضحة، هناك ركود متوقع، بريطانيا دخلت ركود غير معلن، هناك تأثيرات كثيرة تؤثر على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد، رغم أنه لا بد من ذكرها أن هناك قمة قادمة بين الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي قد تخلخل أو تضعف من التأثيرات المتوقعة على الاقتصادين.
ماذا عن الانتاج الأمريكي الذي وصل إلى مستويات قياسية؟ رأينا هذه الأرقام خلال الأسبوع الماضي. ما حجم تأثير زيادة الانتاج الأمريكي على أسعار النفط؟ واضح أنه ما يؤثر هناك ثلاث عوامل رئيسية تؤثر على الانتاج الأمريكي. أولاً دخول شركات النفط الكبرى وشراء شركات النفط الصخري والغاز الصخري، هذه بمعنى أنه سيكون هناك، لماذا؟ لأن هذه الشركات الصغيرة، وهناك أكثر من 200 شركة صغيرة في النفط والغاز الصخري، تواجه مشكلات في التمويل، ولذلك هذه الشركات الكبرى وفرت التمويل. النقطة الثانية والمهمة، توفر تقنيات غير متوفرة للشركات الصغيرة، ولذلك سنشهد عودة لإنتاج بعض الحقول وبعض الآبار. هذا الذي يجعل أنه خلال الفترة القادمة سيستمر هذا المستوى من الإنتاج الأمريكي. هذه نقطة. هناك نقطة إضافية وهي نفط الفنزويلي. النفط الفنزويلي تحتاجه محطات التكرير الأمريكية يعني يكون هناك مزيج مع النفط الأمريكي، ولذلك هذه العوامل تؤثر، ولذلك سنشهد عملية ارتفاع أو زيادة في العلاوة السعرية بين نفط برنت ونفط ويست تكساس. نعم، سنراقب تحركات أسعار النفط بداية من يوم غد خلال هذا الأسبوع وسط هذه العوامل المتضاربة وأيضا العديدة. على كل، وصلنا معك للنهاية من لندن. كان معنا الدكتور مصطفى البزركان مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة، شكرا على مشاركتك معنا على شاشة الشرق.